اليوم احنا بصدد اعطاء الانطلاقة للمكاتب المتنقلة، 7 مكاتب متنقلة في 3 مسارات، مسار امس المكتبين، مسار تاهفة مكتبين، مسار امس 3 مكاتب. كنا قد اعطينا الانطلاقة بالامس في طازروك، مكتبين متنقلين نحو منطقة تيغرين الحدودية، واليوم رانا بصدد الاشراف على الانطلاقة نتاع 7 مكاتب بمدينة تمرس، وغدا كذلك هناك مكاتب متنقلة أخرى مقدمة ب 48 ساعة واليوم مقدمة ب 72 ساعة. الهيئة الناخبة المتمثلة، الهيئة الناخبة في المكاتب المتنقلة تتجاوز 12,000 مسجل في هذه القوائم، وعندنا في تمرس بالنسبة لمدينة تمرس ولاية تمرس عندها 34 مكتب متنقل، وعندنا 21 مكتب متنقل. فيما يخص اللوازم والعتاد اللي جهزناه لهذه المكاتب، عندنا 7 مكاتب، وفي هذه 7 مكاتب وفرنا لهم 36 سيارة من أجل السير الحسن لهذه القافلة، وكذلك فيما يخص الإطعام وجدنا لهم جميع مستلزمات هذه الرحلة الشاقة، جميع مستلزمات الإطعام، كما كذلك وفرنا هذه المكاتب المتنقلة على جميع لوازم الحماية من فيروس كوفيد كورونا. ولذا يعني كما تشوفوا تبارك الله النظام، يعني كل النظام يعني ما شاء الله الأمور منظمة والأمور تجري كما خطط لها وحسب أوامر رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، والحمد لله يعني ما إلى حد الآن نحن يعني في راحة تامة وفي جاهزية تامة من أجل الانطلاقة المثلى في